اتخنتي؟ لا بس اتضحك عليا. باسم الحب انا بصدق الناس، انا للاسف لسه بصدق اي حاجه بتتقال لي. ما بتتعلميش؟ والله بقى كل يوم اقول هتعلم حاجه ويعني مش هيضحك عليا بسهوله، الاقي نفسي بيضحك عليا برضه. سهل تنكسر شيء؟ انكسر صعب لان انا ما بحبش الست الضعيفه، بس اتاثر طبعا، بتاثر وبتعب وبعيط وببكي، كل الكلام ده بيحصل، بس اتكسر صعب ومعاش من يكسرني. يا اللي بتخسريه بتزعلي عليه ولا بركة يا جامع؟ أهو خرج من حياتي، ده طلع ما يستاهلش. الأكتر بركة يا جامع إني خلصت منه من خلقته أو من خلقتها. في ناس وشهم زي البومة نحس عليكي مش واخدة بالك، وهم بيدوكي طول الوقت طاقة سلبية، طاقة سلبية وأنتي مش واخدة بالك. عمرك قلتي لحد أنا بكرهك في وشه كده؟ أنا بقول أي حاجة. ممكن قلتيها. بتندمي على حاجة بتقوليها بعد كده؟ بندم على تسرعي في كل حاجة بتحصل في حياتي. أنا متسرعة شوية في كل حاجة، في كل حاجة. هو التسرع ده اللي بيجيب شوية ندم بعدين. تقبلي تكون زوجة تانية؟ لا عمرك. ما أحبش آخد حاجة مش بتاعتي. رغم إن هو شرع وحلال. أكيد شرع وحلال، بس في الآخر هتبقى، إلا إذا كان في الحاجة التانية دي في عجز. في عجز، فساعتها يبقى عندي هنا مبرر. أنا ليه اخترت أكون معاه؟ عشان هو عنده نقص هنا. لكن لو الحتة دي كاملة أبقى معاه برضو؟ لا. تقولي إيه لعديمي الإحساس؟ عديم الإحساس ده هو ربنا يعني شال منه أكتر نعمة في الوجود، نعمة الإحساس. في ناس كتير ما يتقالوش حاجة، هو أصلا عديم الإحساس. كفاية ربنا ناقم عليه، لأن اسمه عديم الإحساس. أنت حساسة قوي، التطرف في المشاعر يوقعك بسهولة في متاهة الانهيار العصبي. لحد دلوقتي وفاء بحس بخوف غريب، وبحس بمتاهة غريبة، وساعات بحس إني مش عارفة أي حاجة ولا قادرة أخد أي قرار في حياتي. بس دي مشكلة كبيرة. ما دي مشكلة، ما أنا قلت لك البرنامج ده اتعمل عشان أنا فعلا في متاهة كبيرة، ومش عارفة لحد إمتى هبقى كده، مش عارفة. عارفة في فيلم عملته جوليا روبرتس اللي هو بتاع صلاة وطعام، أنا محتاجة محتاجة أختفي شوية لمدة 6 شهور فعلا في مكان يكون ميديكال، واتعلم يعني ايه يوجا، ويعني ايه انظم نفسي. اعمليها، انا محتاجه ده جدا.